الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة الأولى مريم فيصل، أصحاب المعالي الوزراء، معالي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي ابتداء أن أحييكم وأرحب بكم في بلدكم الثاني موريتانيا، وأن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكم على تجشم عناء السفر واقتطاع سانحة من جدول انشغالاتكم المهمة لحضور فعاليات هذا المؤتمر الذي نأمل أن يكون فرصة لتبادل الآراء وتلاقح الأفكار وتقاسم الخبرات. وإنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أتحدث أمام هذا الجمع في مؤتمر يأتي ختاماً مسكاً يوماً واحداً قبيل اختتام سنة ثقافية زاخرة بالعمل الثقافي في مختلف المجالات. كانت نواكشوط خلالها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. أيتها السيدات والسادة، إن لقاءنا اليوم ينخرط في مصاف جهود إقليمية متضافرة ومساع أممية لتثمين ومناصرة التوجه الاستراتيجي الرامي إلى النهوض بدور النساء وتمكينهن وتعزيز مكانتهن وريادتهن في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والصناعات الرقمية والابتكار والاتصالات، والإفادة من حصادها في ميادين الحياة المهنية من أجل تحقيق تنمية شاملة تتكافأ فيها الفرص وتتحقق منها العدالة والإنصاف، باعتبار ذلك في صميم مشاغل مجتمعاتنا ومن أكثر التحديات التي تواجهها مشاريع التنمية وبرامج الإصلاح والاندماج الاجتماعي. ولا مرية في أن مراقي صعود مجتمعاتنا إلى التنمية مرهونة بتمكين المرأة في عالمنا الإسلامي من المشاركة الفعالة في مختلف مجالات الحياة. وإن مما يناهض الصواب الاعتقاد بأن ديننا الإسلامي يحول بين المرأة ونفاذها لتسلم مقاليد الريادة والسيادة. إنما هي تداعيات تخلف واقع ومؤثرات ضيق أفق فهم ومقتضيات استمراء سلطة القهر والإنكار. لقد بوأ الإسلام المرأة مكانة محترمة ومكنها من حق المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي النشاط البشري، وتراثنا زاخر بأدلة إثبات على ما كان للمرأة من مساهمة في هذا المضمار وما لعبته من أدوار تاريخية برهنت على أهليتها وذكائها وقدراتها تربية وعلوما وثقافة. ولأن كان النساء عمائم الرجال فإنهن شركاؤهم أيضا في بناء المجتمع وصناعة الأجيال ورسم ملامح المستقبل. لذلك فلا وجه لتقدم أي مجتمع وتطويره وتنميته ما لم يكن للمرأة حظ من فرص الترقي، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون بمثابة الشجرة التي تحول بيننا مع رؤية الحقيقة في شموليتها، إذ ما يزال التناسب بين عدد النساء في المجتمع ونسب نفاذهن إلى الرقمنة قاصراً عن حد أدنى من المطلوب، مما يدفع إلى الاعتراف بأنه ما لم تبذل جهود إضافية مكثفة في مجالة التعليم والبرامج الرقمية والموارد المالية فسيظل مستوى ولوج النساء إلى التقنيات الجديدة ضعيفاً وهامشياً. إن هذا الواقع يدفعني إلى التذكير بحقيقة أكدتها ذات مرة، إن البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثة تحتاج إلى إطار حضاري يضع نتائجها في سياقاتها الاجتماعية الصحيحة ويوجهها نحو استخداماتها السليمة. وإن مساهمة المرأة هي الضمانة الأساس لهذا التأطير الذي يحفظ للبشرية إنسانيتها وللمجتمعات هويتها وللتنمية استدامتها وللدولة حكامتها الراشدة. ومن هنا يعظم دور المرأة وتتضاعف مسؤولياتها، ومنها أيضاً يتحكم تمكينها من ولوج فضاء المعرفة بصفتها حامية القيم وحاضنة الهوية وموئل الأخلاق والابتكار وتكنولوجيا الأرقام. أيتها السيدات والسادة، لا شك في أن نقاشاتكم المعمقة وآرائكم البناءة ومقترحاتكم الموضوعية وقراراتكم العملية سوف تتيح لهذا المؤتمر أن يشكل خطوة مهمة في مجال تمكين المرأة عموماً في مختلف شؤون الحياة،
وتمكينها خصوصاً في مجال الرقمنة والابتكار، وهو ما سيؤدي إلى تنمية بشرية مستدامة متوازنة خالية من جميع أشكال التمييز والإقصاء، قائمة على العدل والإنصاف. أجدد الشكر لكم ولمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة واللجنة العليا لاحتفالية نواكشوط عاصمة الثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي للعام 2023، وأتمنى النجاح لأعمال مؤتمركم، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.